70% من الناس بتعيش واقع مرير، واقع اقتصادي غير مستقر، حتى صارت تلجأ أغلب الناس إلى المصارف حتى تقترض، والقرض بضل قرض، تسديده واجب ملح. في ناس مع، في ناس ضد، سوا منشوف. هلا بعتبر أنه القرض بالنسبة للشباب إذا كان عندهم أفكار بيقدروا يستثمروها، خاصة ببلدان مثل لبنان وشرق الأوسط ما عندنا رأس مال لحتى نمول أفكارنا، فمنيحة من هيدي الميلة. بس بعتبر أنه صارت أكتر مع المصارف، مع الفايدة الكبيرة على القروض، أنه عم يغرقونا أكتر، وخاصة أنه الشباب عم يخدوها كرمال يشتروا سيارات وأمرار يقصطوا بيوت، خاصة اليوم كمان السياسة الإسكانية مش منيحة، فعم يغرقنا أكتر القرض بلبنان. القرض منيح كفكرة، بس بدك تكون الفايدة تعوله مش كتير كبيرة لحتى نقدر نوفيه بعدين. هو منيح ومش منيح بنفس الوقت، يعني إنه منيح بالنسبة إنه إذا واحد كان مزنوق أو شاب بيساعده يعني وبيفكر له ضيقته، مش منيح لأنه بياخدوا فايدة عليه كثير يعني. كيف؟ بشكل عام القرض منيح، بس إذا بيخفف معدل الفايدة عليه بكون أفضل للعالم. اللي عنا بلبنان مفروض يحسن، لأنه الأشغال إنه خفيفة للعالم، فبتلاقي عالم بتدور على مهرب لحتى تقدر تسكر ديونة وقوله قرض. وإذا بتطلع هلأ أكتر نسبة إنه بلبنان كلهم بياخدوا قروضة، يعني بتلاقي مثلا بدك تشتري بيت بياخد قرض، بدك تجيب سيارة بياخد قرض. عشان أنا هلأ عمري 19 سنة، بدي كنت حابب فوت على الجامعة، أخذت قرض لحتى أسجل بالجامعة. القرض صراحة كتير ميسر لأمور العالم، وهو الشيء مطلوب بمجتمعنا، لأنه أكيد الزواج نص الدين وهو اللي بيعطي بأمن البيوت للعالم. فيعني مثلا إذا الشاب ما عنده بيت أكيد الأهل ما حيقبلوا أنه بنتهم تتزوجوا، لأنه أهم شيء المسكن، وأكيد الدولة لازم تساعد بهذا الشيء، لأنه القرض أمر مهم لبناء الأسرة بالمجتمع، وهو الأسرة أول خلية بالمجتمع، فلازم نحن نطورها. وأكيد المجتمع بيصلح لما يكون عندنا أسر صالحة وبيمنع التشرد، يعني هو كتير شيء مهم، مثل السيارة أو مثلا للتعليم الجامعي أو أي شيء، أو حتى لتحسين الأحوال بأمور مهمة أكيد لازم تساعد. بس بيبقى الموضوع أنه سبب هيدا القرض ليه؟ يعني القرض هذا هو آفة كبيرة بالمجتمع، لأنه أول شيء الدولة هلأ من عند قرض الإسكان، هذا أول هام. تاني هام يعني بتلاقي الواحد إذا بده ياخذ قرض صغير، إذا بده ياخذ $1,000 على فايدة $200، بينما هو المفروض إذا بدك تاخذ 10,000 وتمد النسبة لأربع سنين لازم يكون النسبة أقل شيء 9%، هلأ النسبة 13% بكل البنوك. ساحب قرض شيء؟ لا. طب شو رأيك بالقرض؟ شو حسناته وشو سيئاته؟ سيئاته معروفة، هلأ حسناته للي عنده مصلحة وبينتج منها أكيد، بس للي ما عندوش مصلحة ما في حسنات له، سيئات بالفوائد اللي عليه وبيزيد على قلبه دان لأنه ما عنده إنتاج. كيف نلاقي وضع الاقتصادي بالبلد؟ في ضغط؟ فيش وضع اقتصادي بالأرض. شفنا سوا آراء الناس حول موضوع القروض، الصرخة الكبيرة كانت حجم الفوائد العالية على القروض، لكن موضوع القرض ملح بالنسبة للمواطن اللبناني بظل الوضع الاقتصادي المرير، بظل المعاشات القليلة جدا بلبنان. من مدينة صور، عباس مازح، موقع الجنوب.